قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. كان الحسن البصري يردد في ليلة قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فقيل له في ذلك فقال: إن فيها لمعتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار.